مشاهدي الفضائية التالية، أسعد الله مساءكم بكل خير. إليكم مواضيع النشرة الأخيرة. عاد عصر اليوم فقام رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بحمد الله ولفظه إلى العاصمة الجرمينة قادما من العاصمة الغينية كوناكري بعد مشاركته في أعمال اجتماع قادة الدول الإفريقية حول الطاقة المتجددة في إفريقيا، وكان باستقباله بمطار حسن جاموس الدولي معالي رئيس الوزراء باهيمي باتاجا ألبير وبعض من أعضاء الحكومة وعمدة بلدية إنجمينة والمستشارين برئاسة الجمهورية والوزارات.